مشيت المدرسة. لا ما مشيت المدرسة. التعليم الإلكتروني أختار ناس هم محتاجين أصلاً للتعليم. يعني ناس أصلاً هم ما لاقين التعليم التقليدي. بدأناه كتجربة منذ العام 2009 حين قيام أول ورشة تحضيرية لوضع استراتيجية لتعليم الأطفال والشباب خارج المدرسة في السودان. أنا متأسف بالتعليم الفاتني أنا. الحمد نحمد الله عندي زي 7 طفل عصم خشيشهم في العلم. طبعا المركز بنيناه ونحن أفراد مجتمع كده اتلمينا أفراد الحلة كلهم وبنينا المركز. والناس المنظمة وفروا لنا الأسمنتي وجابوا لنا المسامير. في الخريف وقعت 3 وقعات. اللي ثاني هن شدوا حيلهم بنوه. وطبعا اخواننا المحترمين ما قصروا معنا. وناس المنظمة جابوا الأجهزة وجابوا الحاجة. مشروع التعليم الإلكتروني ملك لوزارة التربية والتعليم، ممثلة في الأمانة العامة للمجلس القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار. الجهة المنفذة للمشروع هي جامعة الأحفاد للبنات. الممول منظمة في الحرب الهولندية. جهات شركة سولارمان هي الجهة المنفذة لمشروع الطاقة الشمسية. بيكونوا مشوقين جدا لما نيجي الصباح، ويوميا بيكونوا مشوقين إنه جايين البرنامج، وهو برنامج يعني فيه جاذبية، فيه تشوق للأطفال. الأطفال بتوقع إنه يمشوا فيه لقدام وبسرعة، واستيعابهم يكون أسرع لأنه هن أصلا الرغبة موجودة والجاذبية والتشويق موجود. أنا شفت اللعبة فيها ألوان، فيها لعبات، في ريحتها تغيير. ما شاء الله تعليمه ماشي كويس، ما عنده أي تغيير. أنا بحب الجيم في العاب. الطالب جانا في اليوم الأول ما عنده أي فكرة عن الجهاز، وفي يعني منذ البداية في اليوم الأوائل بدأ يتعلم بسرعة. الآن الطلبة بيجيدوا استخدام الجهاز. الآن الطلبة كل يوم بيكون لعبه في الجيم أسرع. مهارات بتزيد يوميا. التقدم واضح جدا جدا وملموس عند الطلبة. أنا أحب التعليم فوت الألعاب فوت الألوان حلوة. تصوراتي بالنسبة لتعليم بنتي ممكن تتخرج أستاذة ولا تتخرج دكتورة. شوفوا شطبتوا كيف ذاته لهج هون وهنا، كل شيء تغير من حاله الكبير اللي كانوا فيها الدرس والماشيين وأغواله ذاتها، أغواله بتختلف مع أغوال الشيء كبير الوقت. أنا الحين بنتعلم وأنا أبقى أستاذة. مستقبل الله يعني تكمل تعليم وتمشي جامعة تخرج. أحسن حاجة في التعليم الإلكتروني اختياره للمناطق. قبل كده كانت ما عندها أي مرحلة، ما عندها أي وظيفة، ما عندها أي تطوير. بعد كده الغرية بقت في مستوى، بقت في مستوى الحمد لله. ما شاء الله سمح يا أنا كانوا فاشلين، وطبعا هسه مما جو الحمد لله خش في التعليم في العقالة والدرس. والله إلا زي دي عمري حبيبهم شديد. عايزين نكتب وبتونا البلاد هسا أنا كاتب نصي. لكن أنا وبقيت حي في الدنيا أطفالي جبتهم أنا بنفسي أوديهم الدرجة الأولى في التعليم. عشان أنا يعني برفع درجتي أنا لو بقت متأخرة وأنا برفعوها. تعليم يعني لسه أتكلم لك عنه. يعني قلت لك متعلمة تعليم كويس. لكن ما تعلم للنهاية. التقدم حقيقة واضح جدا وملموس، ولا لا 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 النشاط من كل الجهات الداعمة للتعليم. فالآن أنا بعتبر إنه نسبة النجاح نسبة كبيرة جدا، وبتوقع التعليم الإلكتروني يمشي لقدام إن شاء الله. أطفالنا ماشي كويس الحمد لله، وبعد كده نكون في مرحلة ثانية.